في الاثناء قال اوكد مسؤول ايراني كبير لوكاله رويترز وجود المرشد علي خامنئي بمكان امن بعد اصداره لامر اطلاق الصواريخ على اسرائيل اما في نيويورك فاعتبرت البعثة الايرانيه لدى الامم المتحده الهجوم الصاروخي على اسرائيل بالرد القانوني والعقلاني وبالمشروع على ما وصفتها باعمال اسرائيل الارهابيه الإرهابية كما توعدت البحث الإيرانية إسرائيل برد رادع وساحق إذ باشرت بالرد أو ارتكبت المزيد من الانتهاكات